السلام عليكم. طبعا باسمي وباسم عدد من مؤسسات المجتمع المدني برحب بحضراتكم في الحوار المهم في وجهة نظري حوالين مستقبل المجتمع المدني في برامج المرشحين. وطبعا كل الشرف لينا ان يكون معانا حملة الدكتور محمد مرسي، معانا الاستاذ خالد بدوي وهو زميل محامي وصديق وكان عضو مجلس نقابة فترة طويلة، وأنا أشهد شخصيا أديه كان رجل محترم وكان طول الوقت مهموم بالشغل اللي بنعمله في منظمات حقوق الإنسان، وأديه كان بيتعاطف مع المحامين المعتقلين وأسرهم لأخ. ومعانا الصديق المهندس علي عبد الفتاح أيضا من حملة الدكتور محمد مرسي، وطبعا غني عن التعريف أستاذي وصديقي وأخويا الكبير الدكتور سعد الدين إبراهيم، طبعا شيخ المجتمع المدني في مصر، وأظن يعني راجل مش محتاج أي تعريف. ومعايا على المنصة أخويا وصديقي الأستاذ علاء شلبي أمين عام المنظمة العربية لحقوق الإنسان. اللقاء اللي بيحدث النهاردة ده مش لقاء بالصدفة، لكن لقاء تم الترتيب ليه من فترة مش قصيرة. أظن في عدد كبير من منظمات حقوق الإنسان اجتمعنا أكتر من مرة وفكرنا في رؤيتنا او رؤيه المرشحين في برامجهم في مجال حقوق الانسان، وعملنا اكثر من لقاء ووصلنا لعدد من التوصيات بعتناها لل 13 مرشح، طلبنا منهم يوضحوا ايه منهجهم وايه برامجهم اللي بتبنوها وطرحها على الشعب المصري فيما يتعلق بمجال حقوق الانسان بشكل عام. النهاردة احنا بنضيق الفكرة اكتر، بنتكلم على موقف البرامج الرئاسية من المجتمع المدني. وجهنا لحملة الدكتور مرسي عدد من الاسئلة انا اظن مهمة جدا، حاجات تتعلق برؤيته للمجتمع المدني، هل هو شريك حقيقي؟ والكلام طبعا مش مجرد يعني وعود وردية، لكن هل هو شريك حقيقي ام هو تابع؟ عهدنا في النظام السابق قد ايه ان احنا كنا طوال الوقت الدوله بتتعامل معانا بريبه وبشك، وكانت طول الوقت بتتعامل مع المجتمع المدني للاسف بدون ما توصياته وملاحظاته وتقريره، كانت طول الوقت يعني ليست على اجنده الدوله. واكثر من كده كمان كان المجتمع المدني بيحارب بشده من خلال القوانين، سواء قانون جمعيات أو حتى قوانين أخرى للأسف كان طول الوقت بتنكر على المجتمع المدني دوره وبتحاول طول الوقت تكيل الاتهامات ليه. فإحنا بنسأل المرشح الرئاسي الدكتور محمد مرسي، إيه موقف المجتمع المدني في برنامجك؟ يا ترى أنت شايف المجتمع المدني شريك؟ هل هو كامل الأهلية وراشد؟ أم هو مجتمع قاصر ومحتاج لوصاية من الشؤون الاجتماعية أو حتى من أي قوانين أخرى؟ إزاي نحقق المعادلة الصعبة والمهمة ان المجتمع المدني يكون شفاف ويكون حر في نفس الوقت، يعني يبقى فيه رقابة، لكن رقابة اللي بيها انه نمنع اي فساد، لكن في نفس الوقت يبقى فيه حرية تكوين مؤسسات جمعيات. هل الجمعيات هي الشكل الوحيد ولا ربما يكون فيه اشكال اخرى؟ ايضا في سؤال اخر بيتكلم على القوانين المنظمة لأوضاع حقوق الانسان في مصر وكافة القوانين اللي اكتسبناها في الفترة الماضية. في العديد من القوانين تتعلق بالأسرة، بالطفل، بالمرأة، للأسف الشديد بنسمع من فترة الأخرى إنها مهددة وإن في تراجعات. يا ترى المكاسب اللي كسبناها في العهد الماضي حتى لو كان في كتير من الفساد، لكن مؤكد إن في قوانين إحنا محتاجين إنه الإبقاء عليها وبالعكس وتطويرها لخدمة المجتمع أكثر. ايضا في بعض المواثيق الدوليه اللي مصر وقعت عليها للاسف لم تفعل بشكل حقيقي في القوانين المحليه، رغم ان الماده 151 من الدستور المصري، دستور 71، كانت بتنص على ان اي معاهده داخليه، اي معاهده دوليه مصر توقع عليها تعد قانون داخلي ويجب ان يحصل تعديلات بشان تتوافق مع المعاهده دي. لكن للاسف الشديد عشنا طول الفتره الماضيه للأسف مفيش أي قوانين بتفيد المجتمع، بالعكس كان كل تعديل بيحدث بيكون نذير شؤم إن فيه تراجعات للأسف طول الوقت. إحنا برضو بنسأل حملة
الدكتور مرسي ايه موقفه حتى من بعض المواثيق الدولية اللي مصر ما وقعتش عليها حتى الان، زي مثلا في بروتوكول اختياري لمناهضة التعذيب، يا ترى ده على الاجندة؟ في بروتوكول، في مثلا اتفاقية خاصة بالاختفاء القسري، يا ترى الكلام ده في المستقبل ربما فعلا يتم الطرح والموافقة عليه؟ ايضا في المحكمة الجنائية الدولية، ممكن مصر تبادر وتوقع المحكمة الجنائية الدولية اللي نظام الحكم السابق كان بيرفض طول الوقت وكان بيقود حملة مسعورة في المنطقة العربية لعدم التوقيع، لأنه كان يعلم جيدا أن أول من يحكم هو الحكام أمام المحكمة الجنائية الدولية. يا ترى إيه رؤيته للمستقبل؟ لو إحنا بنعمل دولة قانون ودولة محترمة ودولة بتقوم على الديمقراطية، فعلا هيكون في جدية في التوقيع على المحكمة الجنائية الدولية؟ المهم أنا مش عاوز أطرح كل الأسئلة، في يعني حزمة طويلة من الأسئلة، هنستمع الآن في حدود 45 دقيقة للمجتمع المدني بالكامل. هنبدأ بالدكتور سعد، ثم صديقي الأستاذ علاء شلبي، ثم زملائنا في المجتمع المدني في حدود 45 دقيقة، وبعد كده إن شاء الله هنترك الرد كاملا للأستاذ خالد بدوي وللمهندس علاء فتاح.